قاطعني وجاوبني على سؤال بصراحة ومباشرة. الناس لما تحب تروح تجيب أكل من البيت أو من الإعلان اللي موجود، وين تروح تجيبه؟ من محلات. بالضبط. اسمعني بس دقيقة خليني أفهم شو بقول لك. أنت ليش ما تشوف إن أمك وجاراتك إنهم يجيبون اللبن المدوس من المحلات يعطونا إياه؟ اسمعني بس دقيقة. بعدين ناخذ هاي المنتجات وبنسوقها وبنغلفها بطريقه انها تعجب الناس، تمام؟ ابدا خليني اكمل معك. بعدين بنصير نبيع هاي المنتجات جوات المنتجات جوات